بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اول حاجه الشكر لقناه الفجر، وهذا شيء ماشي شي حاجه اللي قريبه على قناه الفجر متبعه للرياضه من القنيطره وجهه الغرب. اول حاجه سي عمر، هذا تربص اليوم الثاني ديال منتخب عصبه الغرب كره القدم داخل الصالات، اقل من 23 سنه. هذا التربص جاء عن طريق العصبه، عن طريق الاداره التقنيه في عصبه الغرب برئاسه السيد حكيم جومو. هذا هو النهج اللي ولفنا نهجوه مع العصبه ديالنا، كناخذوا جميع الاسباب. الحمد لله اليوم تاتلينا اننا ندخلوا في ظل الظروف الوبائيه، نطلبوا الله عز وجل يرفع لنا هذا الوباء والبلاء. الحمد لله انت كتشوف يعني بالتوجيهات ديال الاداره التقنيه داخل الجامعه الملكيه المغربيه، يعني بالتاطير ديال السي هشام دقيق، يعني الخبير الدولي المسؤول على كره القدم، على تطوير كره القدم داخل القاعه في المغرب. ارتئينا اننا ندخلوا بهذا المنتخب اقل من 23 سنه، نظرا وتزامنا مع دخول المنتخب الوطني. نقولوا اقل من 23 سنه اولى المحلي، لان لاج عندنا احنا صغيره، احنا ارتئينا اننا ندخلوا بسن اقل من 23 سنه. وهذا من هذا المنظور تيجي من رئيس العصبه السي حكيم جومو اللي تيطالبنا بالتشبيب في جميع الفئات. بغينا ناخذوا الغمار ديال هذا التحدي باش نرفعوا من ايقاع يعني المنافسه في كره القدم داخل القاعه، ونحفزوا عصب اخرين وجهات اخرين انهم ياخذوا نفس النهج، ولما لا تكون يعني انترليغ وطنيه وتكون الاستمراريه في هذا الموضوع. شكرا سي عمر، تبارك الله عليكم. حاجه كنشكر قناه الفجر اللي كتواكب كل صغيره وكبيره في كره القدم داخل القاعه. فيما يخص لوبجيكتيف ديال هذا التجمع او لا كونسونطراسيون ديال ليكيب U23، هو البرنامج ديال واحد المباراه وديه مع المنتخب الاولمبي يوم الخميس على الساعه 6. وحنايا كاطار تقني كنشكروا السيد الرئيس سي حكيم دومو، رئيس عصبه الغرب، كما تتعرفوا بان عصبه الغرب كتشتغل بواحد الشكل اللي هو كبير في مجال كره القدم داخل القاعه، لا فيما يخص الدبلومات او لا في المنتخبات او لا في التربصات. وحاولنا اننا كاطار تقني ان نجمع اجود العناصر اللي كاينين في القسم الوطني الاول والثاني فيما يخص مواليد 98 99 2000، وحنا كنتمناو حتى العصب الاخرين انهم يشكلوا منتخبات في هذا السن هذا باش نزيدوا بهذه كرة القدم داخل القاعة للأمن. كتخش بطولة انترليغ مثلا؟ كنتمناو مستقبلا يعني فاش تكون البطولة يعني حابسة انه يكونوا انشطة من بين الانشطة، انهم يكونوا واحد البطولة بين العصب فيما يخص الكبار او لا هذا المنتخب الاولمبي. شكرا سيدي.